انت المشكلة اللي عندك، احكي لي كده من امتى المشكلة بتاعتك ديت وايه اللي حصل يعني، او في ايه؟ انا بقالي 13 سنة قاعدة القعدة دي. انت عندك كام سنة الاول؟ انا عندي كام؟ انت عندك كام سنة؟ انا عندي 37. 37؟ يعني من وانت عمرك في العشرينات كده وانت قاعدة كده. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل، ليه سب يعني، ليه قعدت كده؟ على ظهري. ايه اللي حصل طيب يعني، ايه يعني كنت ماشيه، ايه اللي حصل يعني احكي لي. لا ده انا وقعت هنا، ما وقعتش بره في الشقه بتاعتك هنا. وبعدين فطبعا الموضوع اتطول ان الخبطه كانت في ظهري. فكرتني القطنيه. تمام. فبعد كده الموضوع اتطور معايا بقى، بقيت اروح لدكاتره ورحت القصر العيني كذا مره وكده. فزي ما شفت بقى حالتي وصلت لكده. طب وصلت كده ليه؟ مين اللي قالك تقعدي؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ غصب عني، هو التعب بقى يزيد عليا. يعني التعب يزيد عليا، مبقتش قادرة امشي شوية بشوية. وجسمي بقى يملى مني طبعا، الحركة قلت. انت ما كنت يعني بقالك 13 سنة ما بتتحركيش خالص؟ قاعدة القعدة دي. حتى بنام وانا قاعدة برضه. طب انت في خلال ال 13 سنة دول ما فيش دكتور قالك اتحركي؟ ما فيش دكتور قالك كل الدكاترة بيقولي خسي. طب ما يعني ما فيش حد قال لك نمشي على نظام غذائي معين، نعمل شفط، نعمل تدبيس معده، نعمل اي حاجه؟ لا لا لا، الحاله بتاعتي مش عايزه ولا تدبيس معده ولا موضوع رجيم كده. امال الحاله بتاعتك عايزه ايه؟ عايزه دكتور يشوفني. عايزه ايه يعني الحاله بتاعتك؟ يعني انت بتقولي ليه ان انت الحاله بتاعتك مش عايزه تدبيس معده؟ يعني انت عرفتي منين؟ اكلتي مش يعني مش اكله لدرجه ان انا ممكن زي ما بسمع بياكلوا اكل كتير وعيش كتير والكلام ده. امال انت اكلك بيبقى عامل ازاي يعني؟ يعني اكلتي ده يعني احكي لي كده، يومك كده بتعملي ايه؟ ممكن هي طقه او طقتين بالكتير قوي. هو عباره عن ايه الاكل اللي انت بتاكليه؟ الاكل العادي برضه. الاكل العادي. طيب انت رحت لكام دكتور يعني في خلال الفتره دي؟ رحت اكترتهم طبعا دكاتره عظام. طب انت مشكله عندك في العظام ولا في ايه؟ عندي اللي فكرتني القطنيه، هما سبب القعدة اللي انا فيها دي. طب هما اول لما يعني حصل لك الموضوع المشاكل بتاعت القطنية دي، يعني ليه قعدتي؟ ليه ما رحتش لدكتور يعالجك من كده عشان؟ والله رحت كتير. رحت كتير، وفي ناس جابت لي دكاترة عظام وانا قاعدة هنا برضه. طب هي مشكلتك عظام بس؟ لا مشكلتك مش عظام بس؟ مش عظام بس، مشكلتي برضه سمنة. مشكلتي سمنة برضه. ما رحتيش طب لدكتور سمنة؟ لا ما رحتش لدكتور سمنة بصراحة. طب انت عايزه ايه يعني، انت بتطلبي بايه؟ دكتور يكون يعني دكتور سنه وتخصيص يشوفني. بس طبعا دوت ماديا انا ما اقدرش. طب انت جربتي تروحي عند حد يعني، ولا انت ما جربتيش اساسا؟ لا دكتور، انا مش عايزه اي دكتور سنه وتخصيص كده وخلاص. انا عايزه دكتور، انا حتى عايزه دكتور كبير، دكتور فاهم يعني في حالتي. بس عايزه طبعا حد يقف جنبي من ناحيه الماده. انت مش يعني انت عايزه دكتور يتبنى حالتك من الالف للياء، يعالجك، يحجزك في مستشفى، مش عارف ايه، يعالجني او يشوفني بس اتحرك من القعده اللي انا فيها دي واقدر اخدم نفسي. انت ما بتتحركيش خالص؟ لا، اختي اللي بتخدمني. اختي دي متجوزه يعني. طيب انت يعني خلال الفتره ديت يعني ما عرضتيش نفسك على اي دكتور خالص؟ لا، هم دكاتره العظام بس اللي شافوني. انما دكتور العظام يشوفني يقول لي انت عايزه تخسي بس، ما هو مش هيعمل لك حاجه، مش عارف يعمل لك حاجه دكتور العظام. لا دكتور العظام ملوش دعوه، هو بيديني علاج يسكن الالم وخلاص. طيب انت موضوعك ان انت عايزه دكتور يتبنى حالتك ويعالجك يعني، تحجزي في مستشفى. ما جربتيش تروحي القصر العيني مثلا؟ لا لا لا، القصر العيني ولا قصر العيني ولا مستشفى، اي مستشفى هتاخد حالتي بالطريقه دي. مين قال لك انت ما جربتيش ليه طيب؟ ماشي، القصر العيني ما انا رحت له. رحت وما عملتش. احكي لي اللي حصل، احكي لي يعني 13 سنه ده ماشي، ده حاجه كبيره جدا. احكي لي ايه اللي حصل يعني في خلال 13 سنه دول. لا خلينا واضحين، القصر العيني ما بيهتمش بال. مين اللي قال لك؟ مين قال؟ ماشي، بس في ناس بتروحوا لدرجه ممكن يموتوا. ست دي اعمار، دي اعمار بيد الله، احنا نعمل اللي علينا واللي ربنا كاتبه يكون. لا انت اتكلمي وهو هيرد عليك، ما تدخلنيش في الحوار. قولي 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 اللي جواكي وهو هيرد عليك. لا اتكلمي، الحاجات دي هنشيلها في المونتاج. انت اللي عايزاه قولي يعني. القصر يعني في ايميل بصراحه. لا بصي، في ايميل اتكلم عادي يا مصطفى؟ ماشي اتكلم. بصي صلي على النبي.
مش كل الحالات ومش كل الكلام اللي بتسمعيه تصدقيه، يعني مش كل حاجة تتقالك لازم تصدقيها. نفترض ان احنا مثلا لو القصر العيني ده زي ما انت بتقولي كل الحالات اللي فيه اللي بيخشوا مثلا لا قدر الله بيتوفى، كان حد هيروحه؟ كان حد هيروحه؟ ماشي يا محمد، انا اقول لك على حاجه. قول انت اضرب اللي انا بقوله دوت. اي مستشفى حكوميه مش بتستهم. صلى على النبي. لا مش لازم يعني، مش لازم، مش هتستهم بحالتي. ما انا هقول لك على موضوع. اقول لك على حاجه، الموضوع انا ليه بكلمك على الدكتور حاتم؟ ما هو انت في اللقاء يعني. اقول لك انا على الدكتور حاتم، انا مرتاحه له نفسيا ليه اتكلم، وانت لو عايز تشيل الكلام ده شيله. بس انا اقول لك وجهه نظري بصراحه. مين الدكتور حاتم ده؟ الدكتور حاتم نعمان ده بيجي في التلفزيون. دكتور سمنه وتخصص بصراحه يعني. جربت تروحي عنده يعني؟ انا بتمنى من ربنا ان انا اروح له، بس ده كشف 400 جنيه. طبعا انا حالتي مش عايزه كشف وخلاص. طبعا انت فاهم بعد كده التطور اللي هيحصل معايا. دكتور حاتم نعمان. الدكتور حاتم نعمان انا نفسي اروح له، بس انا نفسي حتى ده فين المستشفى بتاعته ولا المركز بتاعه؟ في 6 اكتوبر، على طريق 6 اكتوبر. فحضرتك انا بكلمك، هو بيقول يا جماعه الشفط اللي التدبيس المعده ده خطر. هو دكتور بيقول الكلام ده، وفي حالات كتير كانت اكتر مني يعني. انا بص، انا جسمي مش زي يعني، هو بيجيب حالات اتخن مني كمان. ورغم كده بسم الله ما شاء الله بيقفوا، وبعد كده بيخفوا وبيقدروا يمشوا ويروحوا ويجوا. ما هو انا بتابعه، ما يساليه وما تتكلمي وكده. طب انا هعلق. كلمي، عايز تقول ايه؟ قول بصراحه. بيقول يا جماعه تدبيس المعده خطر يعني. انا الحمد لله، انا بقول لك اكلتي، انا يوم ابقى جعانه قوي قوي هو رغيف ونص. قول لي مثلا هعمل تدبيس معده ليه؟ ده في اليوم كله. اسال اختي. لا، ما انت لو عملت تدبيس معده مش هتاكلي نص رغيف. لا بس انا اقول لك، انا اعمل عمليه خطيره زي ديت، والدكتور بيقول التدبيس المعده دي خطر. بس في ناس عملتها كتير جدا، في ناس عملتها كتير والموضوع بيفشل معاهم، وفي ناس عملتها ونجحت. صح. اصل انت مش دكتوره، انت مش دكتوره، انت مش دكتوره، مش انت اللي هتعرفي تعالجي نفسك يعني. لو هو الدكتور حاتم رايه كده ماشي، هو يشوف ازاي يعالج ويقول لك الشفط غلط. بص يا محمد، انا مصطفى، مش اسمه مصطفى، مصطفى. هو بيبقى في اجهزه، انا طبعا انا جسمي مليان. في طبعا وفاء بتروح عند الدكتور، مش بيعمل لك ايه وفاء هناك؟ بيعمل لك رحميه نتكلم من بلدي، ورقه كبيره. صح. بيعملوا لنا ايه؟ مفيش شفط ولا الكلام ده، بيمشوا اجهزه على الجسم ويرجعوا الفخذ تاني زي الاول. انت واخد بالك؟ ولا شفط ولا الكلام ده. هقدر اقول انا اخويا يعني اللي زيه اتجوز ومعاه عيال قاعد جنبي، والله ولا شغل ولا مشغل، هيسيبني ازاي؟ لو وفاء بيجي لي 3 ايام في الاسبوع عشان هي متجوزه ومعاه عيل صغير. امال انتوا دخلك من فين يا استاذه وفاء يا استاذه هدى؟ هي دخلكوا ايه يعني؟ بتصرفوا من فين؟ انا عليك من عند ربنا. يعني مش عامله معاش تكافل وكرامه مثلا؟ ده 320 جنيه يعني بتاخديهم؟ 320 جنيه بيجوا يصرفوا في اليوم، بيصرفوا قبل ما بيجوا اصلا. طب واخوكي ما بيشتغلش ليه طيب؟ ما مش عارف يشتغل، هو مش عارف يشتغل. عنده كام سنه؟ 36، انا اكبر منه بسنه. هو يعني جنبك بيخدمك بس؟ هو بيخدمني في الايام اللي وفاء اختي مش موجوده. طب وفي الايام التانية اللي ما بيشتغلش ليه؟ ما بيفكرش ينزل شغل ليه؟ هو هينزل 3 ايام، ينزل ازاي؟ 3 ايام بس هيشتغل عند حد 3 ايام، 3 ايام ويسيب بقيه الاسبوع. مفيش صاحب شغل هيرجع ده. مش زاد ان هو حياته كلها وانا طبعا زي ما انت شايف يعني، حياته كلها بقت معاها يعني. هو يشكر برضو ان هو سايب شغله، سايب مزوقه قاعد، معلش برضو دخلهم على قد